رن الهاتف في مكتب عميد الشرطة. أبلغ الطبيب البيطري عن العثور على جثة حارس ليلي بالمجازر ميتا داخل غرفة التبريد. في المستودع البلدي للأموات لم يضف الطبيب الشرعي أكثر من تأكيده أن محمد بوغالب مات متجمدا بفعل البرودة الشديدة. كانت في ثياب الهالك بطاقة تعريفه الوطنية. كان العميد يريد ما يتيح تسليط الضوء على سر ما قد يكون وراء مصرع الرجل. ذلك السر الذي يحاول العميد العثور عليه كان مع إمام المجازر البلدية الذي يتولى عمليات النحر، الفقيه عبد الرحمن البوشري. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. ميت في غرفة التبريد. صباح 15 من ماي من العام 88 900 و1000، رن الهاتف في مكتب عميد الشرطة رئيس الدائرة 5 في حي العكار بالرباط. كان المتصل الطبيب البيطري مدير المجازر البلدية، وقد أبلغ عن العثور على جثة حارس ليلي ميتا داخل غرفة التبريد. كانت تلك الغرفة مخصصة لتبريد اللحوم التي يمنع بيعها قبل التخلص مما تحمله من ميكروبات، وكانت الطريقة المعتمدة في ذلك إيداع تلك اللحوم في غرفة التبريد لفترة زمنية يحددها الطبيب البيطري. لم يتأخر العميد، فقد قصد المجازر البلدية مباشرة بعد أن تلقى ذلك الاتصال الهاتفي. لما وصل كان في استقباله الطبيب البيطري. لم يتأخر أيضا وصول ممثل النيابة العامة والطبيب رئيس المكتب البلدي للصحة. لما فتح باب غرفة التبريد كان الرجل جثة هامدة عند مدخل الغرفة، تجمد لفرط البرودة، وظل جسمه الهزيل يرسم حركة مقاومة أخيرة. بعد معاينة أولية قال الطبيب رئيس المكتب البلدي للصحة إن الوفاة تعود إلى عدة ساعات، ربما إلى مساء الأمس. قام العميد رئيس الدائرة الأمنية 5 بمعاينة الجثة. كانت في ثياب الهالك بطاقة تعريفه الوطنية. كان محمد بوغالب كذلك اسمه يبلغ من العمر نحو 41 عاما، وكان يسكن في عمارة الحبوس بشارع سيدي محمد بن عبد الله بالرقم 32. عاد تلك المعلومات. لم يتمكن العميد بعد جولة الخاطفة داخل غرفة التبريد من اكتشاف أي شيء آخر. تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات وبدأ التحقيق. استوقف الباحثين عطب في قفل باب غرفة التبريد. كان العطب لا يتيح فتح الباب من الداخل. قال مدير المجازر البلدية إنه اتصل بالشركة التي أنجزت أشغال غرفة التبريد مباشرة بعدما أبلغ بالعطب، ولكنها تأخرت في إصلاحه، وقد وعدت بالقيام بذلك ما أن تنجز أشغالا في الدار البيضاء. أضاف العميد أن كل عمال المجازر البلدية كانوا على علم بالعطب، وبشكل خاص أولئك الذين يتولون تخزين الذبائح في الغرفة. في المستودع البلدي للأموات لم يضف الطبيب الشرعي أكثر من تأكيده أن محمد بوغالب مات متجمدا بفعل البرودة الشديدة داخل غرفة التبريد في المجازر البلدية. طبيعي أن يستجوب العميد العمال من زملاء محمد بوغالب. المعلومات التي حصل عليها في البداية لم تحمل ما يفيد التحقيق.
كانت الشهادات التي استقاها العميد تتحدث عن رجل معروف باستقامته وتفانيه في العمل. لم يكن ذلك فحسب ما يسعى العميد للحصول عليه، كان يريد ما يتيح تسليط الضوء على سر ما قد يكون وراء مصرع الرجل. ذلك السر الذي كان العميد يحاول استجلاءه كان مع إمام المجازر البلدية الذي يتولى عمليات النحر، من لا يعرف الفقيه عبد الرحمن البوشاري. لما استجوبه العميد نطق بمعلومات تبدو مفيدة للغاية، فقد صرح بأن الهالك محمد بوغالب جاءه قبل 3 أسابيع وهو في حالة توتر شديد، كان يريد استشارة في شأن يهمه ومساعدته على الخروج من الأزمة التي كان يعاني منها. قال الفقيه عبد الرحمن إن الرجل استأمنه على سر خطير. استعجل الضابط الفقيه كشف السر، صمت قليلا ثم قال إن الهالك أبلغه بأنه توصل برسالة من مجهول يبلغه فيها بأن زوجته تخونه، وطلب منه ألا يبوح بذلك السر لأي كان. قال الفقيه الآن وقد رحل صاحبنا إلى دار البقاء، فإني سأقص عليك يا سيادة العميد ما قاله لي. قال إن الرسالة التي توصل بها من مجهول تدعي أن زوجته تخرج من المنزل ليلا كلما كانت مداومته في المجازر البلدية ليلية، وإنها تقصد بيت عشيق لها ولا تعود إلى البيت إلا مع تباشير الصباح الأولى. قال أيضا إن الرسالة لمحت إلى أن المرأة كانت تخون زوجها مع شخص له ارتباط يومي بالزوج المخدوع. لم تحمل الرسالة معلومات أوفى عن هذا الشخص، ولكن الفقيه عبد الرحمن البوشاري الذي يتولى النحر في المجازر البلدية أفضى للعميد بأن الهالك محمد بوغالب وهو في حالة الغضب التي كان عليها قال إنه سيكتشف هذا الذي يقاسمه زوجته وسيقتله قبل أن يقتلها هي الخائنة. يذكر الفقيه أن الرجل لما هدأ قليلا قال إن ما يجعله يصدق ما جاء في تلك الرسالة أن زوجته صارت منذ فترة تنفر منه وتطالبه بالاستحمام في كل مرة يعود فيها من العمل، كانت تقول له إن لباسه يحمل رائحة كريهة. كان العميد ينصت بإمعان لما يقوله الفقيه لا يقاطعه، ولما أحس به وقد أفضى بما لديه سأله عن تلك الرسالة. رد الفقيه بأنها في درج مكتبه، لم يتردد في إحضارها لما طلب منه العميد ذلك. كانت رسالة رقنت بشكل رديء على آلة كاتبة، افترض العميد أنها كتبت من قبل واحد من أولئك الكتاب العموميين الذين يوجدون في باب الأحد. كلف العميد أحد مساعديه بالتوجه إلى هناك علّه يكتشف من تولى طباعة الرسالة، ولكن ذاك المسعى لم يأتي بنتيجة، ولذلك تم توسيع دائرة التحري لتشمل الكتاب العموميين المجاورين للمقاطعات وأولئك الذين يوجدون بمقربة من المحاكم. في النهاية تم اكتشاف الآلة الكاتبة التي طبعت عليها الرسالة، كانت لأحد الكتاب العموميين يوجد مكتبه غير بعيد عن مقر مقاطعة حي العكاري. في البدء أنكر أن يكون من طبع الرسالة، غير أنه لما علم أن المرسلة إليه قد مات وافق على التعاون واشترط أن لا يعلم أحد أنه من كشف صاحب الرسالة. قال إن صاحبها هو المدعو عزيز منطاد وكان من جيران الهالك. لما استجوبه العميد وأراه الرسالة لم يتردد في الإقرار بأنه من بعث بها إلى محمد بوغالب. قال إنه كان يريد أن يبلغه بأن زوجته تخونه دون أن يكشف عن هويته. ما لم يجده العميد في الرسالة وهو ما علمه من عزيز منطاد أن زوجة بوغالب كانت تمارس الخيانة الزوجية مع زميل زوجها في العمل المدعو حمان خاطرو الذي يسكن في حومة قريون. انتقل العميد إلى منزل حمان. ذلك الزوال لم يكن في البيت. البحث الذي تم القيام به أفاد بأن حمان خطر أعزب يعمل في المجازر البلدية.
في زحمة المعلومات التي تم تجميعها حول الرجل ما يفيد بأنه يستقبل في منزله وبشكل شبه يومي امرأة تأتي عشاء وتغادر البيت فجرا. قرر العميد ضرب مراقبة غير ظاهرة حول البيت. عشاء ذلك اليوم شهدت امرأة شابة تدخل البيت. كان العميد يريد القيام باقتحام المسكن، ولكن وكيل الملك كان يصر على ألا يقتحم البيت إلا بحلول السادسة صباحا. لحسن حظ الباحثين أن المرأة لم تغادر فجرا. لما طرق باب المنزل فتح حمان خطره، كان في ملابس النوم. ولما دخل رجال الشرطة كانت المرأة هناك في الفراش. لم تكن لديها بطاقة تعريف وطنية لتحديد هويتها. سيقت إلى مفوضية الشرطة مع حمان، أخذت بصماتها، وثبت أنها لم تحصل على بطاقة التعريف الوطنية من قبل، ولكنها اعترفت بأنها زوجة محمد بوغالب. لما سألها العميد عنها قالت إنها لم تره منذ أن غادر البيت إلى العمل، أضافت أنه لم يعد صباحا كما هو معهود. كانت التحريات التي جرت في المجازر البلدية قد أكدت أن حمان خاطرو كان آخر من التقى محمد بوغالب، كان يتناوبان على الحراسة. في تلك الليلة كان دور محمد. علم العميد أن حمان خاطرو يفترض أن يكون سلم ذاك المساء أمر غرفة التبريد إلى محمد بوغالب، وكان المعمول به أن يطلع الاثنان على ما في الغرفة ويحصي معا عدد الذبائح المعلقة فيها. نقل حمان إلى المجازر البلدية حيث أكد أنه غادر بعد أن سلم زميله أمر غرفة التبريد. طلب منه العميد أن يعيد تمثيل الوقائع كما تمت. دخل الرجل غرفة التبريد. في تلك اللحظة أغلق العميد الباب. بعد دقائق بدأ يصرخ من الداخل يطلب فتح الباب. قال له العميد أن يفتح من الداخل. رد الرجل بأن القفل لا يتيح الفتح من الداخل. ساد الصمت. بعد دقائق أخرى بدأ يسمع صوتا مرتجفا من الداخل يطالب بفتح الباب. مر ما يقرب من الساعة، كان يستجدي ويستعطف. إذ ذاك أجابه العميد، قال له إنه لن يفتح الباب قبل أن يعرف من أغلق الباب على محمد بوغالب وتركه يموت متجمدا. حاول حمان أن يراوغ، ولكنه لما أحس بأن العميد لا يستعجل فتح الباب نادى من الداخل أن افتحوا وسأقول لكم كل شيء. حكى حمان خاطره أنه لما رأى أن محمد بوغالب قد فطن إلى أن زوجته تخونه وأنه قرر أن يقتل عشيقها قبل أن يتخلص منها، قرر أن يكون المبادر. تعمد إعطاب قفل باب غرفة التبريد إذ انتزع منه القطعة التي تتيح فتح الباب من الداخل. أبلغ الإدارة بالعطب وهو يعلم أن إصلاحه سيستغرق وقتا. بعد أسبوع قرر التخلص من محمد بوغالب. في ذلك المساء ادعى أن قطا تسلل إلى داخل غرفة التبريد وطلب من محمد أن يخرجه، ولما دخل أقفل عليه الباب. كان يسمعه وهو يستغيث، ظل ينادي ساعتين قبل أن يسكت إلى الأبد. كان العميد بحاجة إلى دليل مادي، وكان الدليل تلك القطعة التي انتزعها حمان من القفل. سأله العميد عنها، كان قد دفنها في الحديقة. رافقه العميد نبش مكانها وأخرجها. كانت قطعة معدنية صغيرة بطول بضع سنتيمترات. تم تقديم حمان خاطرو أمام وكيل الملك بتهمة القتل مع سبق الإصرار، بينما اتهمت عشيقته بالمشاركة والخيانة الزوجية. ملفات بوليسية.